من تايبي ينضم إلينا روس فينغولد الكاتب المتخصص في الشؤون الأسيوية، أهلا وسهلا بك. ما الذي تريده تايبي من ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع الصين في آن واحد، وهي تدرك أن العلاقة مع الولايات المتحدة على هذا النحو تنطوي على تحرش مباشر بالصين؟ حسنا، من الواضح جدا أن المصوتين في يوم أمس قد اختاروا أنهم يريدوا رئيسا يتوجه نحو علاقات أفضل مع الولايات المتحدة. إنهم إذا كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى رشح آخر لديه يعمل على علاقات أفضل مع الصين كانوا فعلوا هذا، ولكنه قد خسر. لذلك قد اختاروا هذا المرشح الذي سيعمل على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة. هذا الوفد هنا في تايبي في هذه اللحظة كان هذا مخطط له من قبل الانتخابات. كانت هذه زيارة ستجرى بغض النظر عن من الفائز من أجل أن يظهروا الدعم للحكومة الجديدة في تايوان. بطبع هذا أغضب الصين كثيراً من هذا الوفد الذي قد توجه إلى تايوان. لكن الولايات المتحدة عبر أعلى مستوياتها تقول إنها تؤمن بمبدأ صين واحدة، هل تبدو الولايات المتحدة جادة في علاقاتها مع تايوان بمبدأ صين واحدة من أنها فقط تناور تسكينا للصين، بينما هي في حقيقة الأمر تدفع باتجاه أن تكون تايوان دولة مستقلة؟ نعم، هذا سؤال جيد. إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة هي تدعم الصين الواحدة، حيث هذا ما قالوه. وعادة ما تقول الولايات المتحدة أيضا أنهم لا يدعموا مبدأ استقلال تايوان، ولكن ما يتجاوز هذا أنهم يحتفظون بعلاقات وطيدة مع تايوان، سواء كانت علاقات عسكرية أو علاقات ثقافية. إنهم يقومون بعمل هذا حتى أوقات بشكل غير رسمي، حيث أن الحكومتين تتواصل مع بعضها، وتستمر الولايات المتحدة في هذه الحركات الغير رسمية. هذا بجانب العلاقة مع الصين أيضا الرسمية. لكن هو في كل الأحوال أيا كان الأسس التي تقوم عليها العلاقة الأمريكية التايوانية بين قوسين، فهذا تدرك الولايات المتحدة أنه سيكون ربما الفصل الأخير في علاقتها مع الصين، وربما يكون الفصل الأخير حتى في استخدام القوة إذا ما أرادت الصين أن تسترد تايوان، حتى وإن كانت فرضية بعيدة نسبيا في هذه المرحلة. نعم، أنت صحيح. إن الصين قد قالت أنها تود أن تقوم بإعادة توحيد سلمي، وإذا لم تتقبل تايوان هذا، أعلنت الصين أنها سوف تضع الخيار العسكري مفتوحا. والواقع هنا يقول أن الصين كانت تستثمر العديد من الأموال من أجل أن تقوي استعداداتها الحربية، ولديهم العديد من التطورات العسكرية على مدار السنوات السابقة. وإذا قررت أن تقوم بمهاجمة تايوان، سيكون من الصعب للغاية على تايوان أن تدافع، ولا بد ربما وقتها اليابان والولايات المتحدة وأستراليا أن يأتوا لمساعدة تايوان في هذا الموقف. إن التوازن العسكري الآن بالطبع لصالح الصين. هل بمناسبة هذه النقطة، هل تريد تايوان من علاقاتها مع الصين شيئا أقل من مستوى الحماية العسكرية، أو أن تكون تايوان تتخذ من الدرع الأمريكي درعا واقيا من أي محاولة اعتداء صينية؟ هل هناك مرتكز أكبر من هذا المرتكز في العلاقة التايوانية مع الولايات المتحدة؟ المتحدة وتايوان لديهم تعاون عسكري كبير، والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي قادرة على أن تقوم بتصدير الأسلحة إلى تايوان. أغلب الدول ربما لا تستطيع فعل هذا لأنهم خائفين من ردة فعل الصين. وبالطبع سيكون هناك مزيد من الخطوات للعلاقة بين تايوان والولايات المتحدة لجعلها أفضل، ربما عن طريق
تدريبات عسكرية مشتركة، وكل هذا سيجعل ويزيد من غضب الصين. وتقول الصين أن هذا يعبر الخط الأحمر وهذا خطر للغاية، وربما تستخدم قوتها للاستيلاء على تايوان ولإعادة توحيدها. تتعايش تايوان مع واقع أنها هي بالضرورة جزء من البر الصيني، جزء من الصين كدولة واحدة، أم أنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بأنها يتعين التعامل معها باعتبارها دولة مستقلة؟ أغضب الصين هذا أم لم يغضبها؟ وكيف يمكن أن تتوقع النتائج لهذا القرار أو لهذه الخطوة؟ من الواضح على مدار الثمانية أعوام السابقة وفي الأربع سنوات القادمة مع هذا الرئيس الجديد أن حكومة تايوان ستؤكد على أنها دولة ديمقراطية وأنها مجتمع ديمقراطي، وأنهم لا ينموا أن يخضعوا إلى دولة الصين. وإذا نظرنا إلى عدة حكومات وأعضاء البرلمان من عدة دول حول أوروبا مثل أستراليا واليابان قد جاءوا إلى زيارة تايوان وقالوا أنهم يدعمون تايوان لأنها دولة ديمقراطية، ولكن مرة أخرى يجب أن ننظر إلى أن الصين قد أعلنت إمكانية استخدام أسلحة عسكرية وأنها تقوم بتطوير هذه الأسلحة، وإذا قاموا بالفعل بتنفيذ هذه التهديدات سيكون من الصعب للغاية أن تدافع تايوان عن نفسها وستتعرض للحصار، ومما سيؤدي إلى صعوبة وصول أي مساعدات حتى إلى تايوان. My final question. أخيرا، هل تتحسب الولايات المتحدة لهذه الفرضية التي تقولها بأنها تدرك فوارق القوى بين تايوان والصين، وأن خطوة البحث عن استقلال كامل لتايوان هذه من شأنها أن تعجل بالخيار العسكري الصيني؟ نعم، لهذا الولايات المتحدة على مدار العقود السابقة كانت تخبر تايوان بشكل سري أن وعلني، من جانب آخر تقول أن تايوان لا تدعم هذا الاستقلال وأنها لا تدعم تغيير الاسم للدولة، فالاسم الآن للصين هو جمهورية الصين ولكن لن نقول جمهورية تايوان. ولكن ما يثير الغموض هنا هو أن الولايات المتحدة لا نعلم إذا كانت ستقوم بتوفير المساعدات العسكرية إلى تايوان إذا كان هناك حرب، لأنها لا يوجد لديها إلزام بأن تقوم بإرسال هذه المساعدات أو الوفود العسكرية لمساعدة تايوان. لا نعلم إذا كانت حقا ستفعل هذا، ولا نعلم إذا كانت قد أخذت هذا الخيار. والشخص الوحيد الذي يمكنه أن يجيب على هذا السؤال الذي طرحته هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، جون بايدن. شكرا جزيلا من تايبي روس فينغولد الكاتب المتخصص في الشؤون الآسيوية.